هذا سلمك الله عبارة عن قراءة فوائد استخلصها خلال قراءته لعدد من كتب التفسير، وهي عشرة ذكرها في المقدمة، ابتداء من تفسير ابن جرير الطبري وانتهاء بتفسير الشيخ بن عثيمين، عشرة بينها ابن جرير الطبري، البغوي، بن كثير، ابن الجوزي زاد المسير، وهكذا إلى والجامع القرطبي كذلك، وكذا وتفسير الشنقيطي والسعدي وابن عثيمين، هذا جمعها كلها واستخلص منها فوائد ونكات علمية يرى أنها مهمة جدا، وقال أصلا استخلصت نفسي ثم رأيت أني أطبعها، والظاهر أنها من آخر ما أخرج، لأنها في عام 39 والشيخ توفي رحمة الله عليه أظن في هذه السنة عام أوائل عام سنة عام 40، لكن واضح أنها من آخر، لأن هذا تقريبا على رمضان خرج، تقريبا على رمضان. فهذه طريقته، وبدأ يقسم، وهو يقول عبارة عن جلسات كنت دائما كل استخرج، لأنه طويلة ما كان يعني هو من صب إلى البحث صبا حتى يقال أنه جلس عليه في مدة يسيرة وأخرج الباقي، لا، خلال قراءاتي وجلساتي، وأحيانا يقيد تاريخ التقييد للفائدة. لكن لما جاء إلى سورة الفاتحة وإلى جزء عما فسر القرآن تفسيرا، يعني قال لأجل حاجة الناس إليها وأرجو أن ينتفع بها عامة الناس، فأخذها آية آية، الباقي لا، الباقي التقاط فوائد مما يجب خلال القراءة، ورتب أحداث سور القرآن كما ترى في هذا الإخراج الرائع المتين الجميل. يا الحقيقة أنه يعني كل كتب الشيخ كان يعتنى بها، لكن هذا إخراج حقيقة متميز جدا. شوف هذه سورة الحج، يذكر لك الآية اللي يريد منها في ذكر الفائدة ويذكرها هنا، ثم يذكر بعد ذلك المواطن اللي أخذ منها هذه الفائدة. إلا ما جاء إلى جزء عما لا، آية 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 أشوف آية آية يفسر آية آية، حتى قال حتى يستفاد منها الكتاب، عنوانه كنوز وفوائد من كتب أئمة تفسير القرآن العظيم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي ابن وهف القحطاني رحمة الله عليه، والكتاب مطبوع في مجلد ضخم. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.